يعني الساحة الفنية افتقدت واحد من الفنانين المائزين في الوسط الكوميدي على وجه الخصوص، يعني ما يمكنش نلقاو بديل ديال هذا الرجل اللي هو نور الدين بكر. ما خدمتش معاه بزاف، كانت خدمه عمل وحيد هو اللي داز معاه رحمة الله عليه، وبقى دائما مسكين كيتذكروا. وقت ما عيط ليه كيقول لي سخن ديك القهوة، كان عمل في القناة الأولى، الله يرحمه مسكين. وعزاؤنا واحد المسرح الحي اللي كان هو دعامة أساسية في الوسط ديالو، الله يرحمه. ماشي اللي نقول فقدان نور الدين بكر ماشي من السهل، فهو شي واحد شغنقول لك واحد الهرم من الاهرامات ديال المغرب، مشى هذا النهار وداك الشيء الله يرحمه ويوسع عليه والله يسكنه فسيح جناتي، هذا الشيء اللي تنقوله عند الله. كباقي الناس راه دابا غير واحد السيد مسكين راجل كبير قال لي شكون اللي ميته بنتي عندكم، داك الشيء قلت ليه نور الدين شهاق، قلت ليه نور الدين بكر شهاق مسكين. يعني اي واحد غادي سيرتو كان نجم زوين، كان ممثل زوين، كان طيب، كان ما عمره ما كتلقى خلق مشكل في التورناج ولا خلق مشكل مع الناس ولا، يعني من اطيب خلق الله، من اللي كتبرك معاه وانت كتضحك حتى كتفارق معاه. المغاربه كلهم غيكونوا ضروري، المغاربه راه عندنا كلشي، الفنانه عزازين عليهم وكلشي، الفنانه كيقدروهم، ومن اللي كيفقدوا شي فنان راه بحال الا فقدوا شي حد من العائله ديالتهم، لان احنا داخلين للديور بدون إذن من ماليهم وداك الشيء، فكيبقاو كيعتبرونا بحال شي فرد من افراد العائله ديالتهم. والعائله ديالتهم تنقول لها الله يصبركم والله يجعل محبته صبر والله يخلي لهم اميمتهم ولادو وداك الشيء. واش غنقول كارحنكو بقي الله في البدايه ديالي، كارحنكو خدمت معاه، واخر محطه ديالته في التمثيل هي ديال زنقه السعاده السيد كوم اللي كان في رمضان في الدوزام، واحد الحلقه جابوها لي. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسانك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masanktv.ma.